بالنسبة للسعودية في الإدارة الامتحانات الثانوية العامة، الامتحانات الثانوية العامة ليها طابع خاص بتبقى خط أنظار الجمهورية كلها. إحنا بنقول إن بتعمل استعدادات على أكمل وجه من ناحية الإجراءات الاحترازية، البوابات، التعقيم، المسطات والكمامات وجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالطالب اللي بتعمله من ناحية انتشار المرض منهم. عدد اللجان لا تسمح الا بوجود 14 طالب فقط لا غير، بين المسافات الواسعه ممنوع اي طالب ان هو يخش الا بالكمامه، كذلك الموظفين، كذلك رؤساء اللجان والمربين. عن جميع الاحتياطات على اتم الاستعداد وعلى اتم التجهيزات زي ما بالظبط معالي الوزير تحدث كده بالنسبه للموضوع الصناعي. بالنسبه للطلبه انا عايز اقول لحضرتك لازم يطمنوا، ما يقولوش هو امتحان عادي جدا زي اي امتحان. ويمكن معالي الوزير يطمن الناس كلها اللي قلقان من الكتاب او اللي قلقان من الورق. في اجتماعه السابق امس شرح كل حاجه وشرح كل ما يخص بهذا الامر. فانا بقول لاولادنا الطلاب ان هم يطمنوا جدا جدا جدا، والامتحانات هتصير بصوره مبسطه وبصوره كويسه. نتمنى لهم التوفيق.